سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناة عالم لبنى. كنتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الترشيبات ديال لانيفرسير ديال ولدي محمد ريان. فبالنسبة للمشتريات انا اختاريت واحد لو تام لي سامبل في لو جون طبيسلات وبابي سيرفيت ديالهم والكويسات باش يمشي ليا مع لو تام ديال لو غاتو جون داخل في لو غاتو دانيفيرسير اللي غادي ندير ليه. وبالنسبه لهادو راه صايبتهم دفعتهم يصايبوا لي في المطبعه بالنسبه للقريعات ديال الماء باش يمشيو حتى هما في نفس لو تام. وهنايا عندي هادو لي ماشميلو خديتهم البياسه درهم البياسه، وهادو حتى هما ب 10 درهم البياسه. يعني غادي ناخذ هاد العويدات اللي ديال الشوا ولا المهم كل واحد فاش كيستعملهم، غادي ندير فيهم لي ماشميلو وغادي ندير فيهم هاد البلاستيك كيف ما تشوفوا معايا، وهادي باش غادي نسدهم من التحت. مهم انا غادي نشارك معكم وحده وغادي نشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نستعمل. فمن بعد ما سالينا لي ماشميلو البنات، جيت هنايا كنقطع في هاد الورقه اللي خرجت من المطبعه ديال هاد لي تيكي اللي غيلصقوا في لي بوتيدو ولا القريعات ديال الماء. فغادي نشارك معكم قرعه وحده كيف ما غادي تشوفوا معايا، راه غير كتحيدي لهم هذيك الورقه اللي موراهم وكتلصق نيشان في القرعه على هذا الشكل. وغادي نرجع لكم باش نشارك معكم ونوريكم النتيجة النهائية ديال القريعات كاملين. فهنا البنات هادو هما القريعات ديالي ديال الماء، وهنايا هادي هي لي ماشميلو اللي صايبتهم فهاد الفرشيه وفي نفس لو تام اللي غادي يكون في لو غاتو. بالنسبه لهادي اللي درت فيها لي ماشميلو فخلاها ليا ب 25 درهم. وهنايا راه هاد الشوكولا غالا باغا نصايب لي ماغنومز. هادو الكيك انا شريتهم طالعين ما عنديش الوقت، هذاك لي مول ديال لي ماغنوم هنايا. مهم هادشي كاع المشتريات اللي خديت ليه، هادو العويدات ديال الكلاص هنايا، لي فلام عندي، هاد لي كيغدون هادو
هاد البوش هذا خديته باش نزوق بيه لي ماغنوم، هادو خديتهم على قبل الدريساج حتى هو ديال الدجاج. المهم انا غادي نشارك معكم كل شيء وكل حاجه فاش استعملتها. فالبنات غادي نشارك معكم حتى هاد البلاطوات اللي زوينين ورخاصين اللي كيديروا 40 درهم 35. انا خديتهم من اسباس تورك ب 40 درهم. فهنايا هاد لي مادلين انا خديتهم طالعين، ما عنديش الوقت باش نصايب لي كيك ولا هادشي، فغادي ناخذهم وغادي نزيد عليهم ايو باش يجي واحد الكروكون، وغادي نجمعهم بنس لي كراميل اللي سبق لي وحضرته معكم هنايا في لاشين. فغادي تبقاو معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال لي ماغنوم. فهنا البنات انا عندي غير 4 ديال ليمول، غادي نصيب الربعه بالربعه وغادي ندخلهم للمجمد بين ما يقبطوا في راسهم شويه، عاد غادي نزولهم من الليمول وغادي نوضعهم في المبرد الفوق حتى نكمل 12 بياسه 12 ماغنوم، عاد غادي نمروا للدريساج ديالهم. فهنا البنات من بعد ما غادي نسالي لي ماغنوم ديالي كاملين غادي يباتوا في الثلاجه الفوق، غادي نغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليهم حتى لغد ليه اللي عندي فيه لانيفيرسير، عاد غادي نوضعهم في لي شوكولا. دابا البنات العريس محمد ريان جا عند الكوافور ديالو باش يقاد ليه الشعر ديالو. ايوا خاص ضروري تجي معاه جنات، ما كيتفرقوش، خاص فين ما مشاو يمشيو بجوج. فبغيت نشارك معكم، وحتى هو ملي كبر ان شاء الله ويتفرج في لا فيديو يشوف الترتيبات اللي كانوا تيدوزو نهار لانيفيرسير ديالو. فهنا البنات خديت هاد القريعه ديال لي جو، قلت حسن من الليموناد بالنسبه للوليدات، فكنظن انهم تيديروا 4 دراهم الوحده ولا 4 دراهم ونص، فغادي ندير لهم تما نفس لو تيم. فاللصقه ما خديتهاش، غادي ندير لهم غير سكوتش.
خديت واحد نصف باكيه ديال الشوكولا غالا اللي ضفت لها واحد معلقه كبيره ديال الزيت باش تجي هذيك اللمعه. ومن بعد ما غادي يذوب لي الشوكولا غادي نوضعه في الكاس باش ملي نبغي نوضع فيه ماغنوم يجيني ساهل على هذا الشكل. فغير مره واحده غادي نوضعه فيه الماغنوم ونخليه يبرد، راه دغيا تيجمد من بعد بل ولا الجو بارد دغيا تينشف لينا الشوكولا. غادي نزينو البنات بواحد الخطوط من الشوكولا وواحد العقيق اللي هاد الحك كيدير 10 دراهم. مشيت عند السيد اللي تيبيع هادشي ديال لي كاطو ولدا ليا لو فيغ ولو جون، يعني كتديرو على حساب لو تيم ديال الكاطو اللي غادي نبيه. وغادي ندير فيه واحد اللمعه في الدوغي غادي نزينهم فتيجي هو على هاد الشكل. ومن بعد غادي نمرو لي كاب كيك غادي نصيب ليهم لاموس ديالتهم. فهنا البنات غادي ناخدو الكريم شانتي وغادي نضيف ليه واحد كاس وربع ديال الحليب صافي، وغادي نطلعوه بالباتور مزيان حتى يصبح لينا على الشكل اللي غادي تشوفوا معايا. تيجي البنات بحال ما هكذا، يعني كيشد القوام ديالو. غادي نديرو في هاد لابوش او الجيب الحلواني غادي نوضع فيه لاكريم ديالتي باش يمكن ليا ندريسي بها لي كاب كيك. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى اختياري، انا زينتها بنفس العقيق اللي زينت به لي ماغنوم. فدابا البنات غادي نمروا للدجاج اللي الصراحه تقديناه وديناه لعمتي هي اللي غادي تحضروا لينا. فبالنسبه للماغيناد اللي غادي تدير به العماره ديال الدجاج غادي دير واحد القرعه ونص تقريبا ديال لا مايونيز، وغادي دير واحد 5 الكراكب ديال الثوم اللي مفرومين، ودامه ديال الزعفران، الهريسة، القعقلة والبسيبيسة، الابزار والتحميرة. فهادو هما المكونات باش غادي يدير الماغيناد. وغادي تضيف هنايا مع المايونيز واحد الكنورة ديال الدجاج، فغادي يترقد هما البنات وغادي تخليهم يباتوا ليلة كاملة حتى لغد لي عاد غادي يطيب. فهنا
انا البنات وضعت لاطات فيهم بابي كويسون، وضعت فوق منهم الدجاج اللي عمرته بلا دانت فيمي والفيرميسيل والماريناد اللي دارتها للدجاج، فما بقى لا غير تغطيهم هنايا بالبابي الومنيوم، وغيجي بابا وغيديهم الفران ديال الزنقه. فكنت منا ان هاد الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه. فنتلاقاو فيديو جديد وفلوج جديد وفي التتمه ديال الجزء الثاني ديال لانيفرسير ديال ولدي محمد ريان. فبسلام عليكم.